السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي الكرام، ذكرنا في الحلقة الماضية كيف تحول الوساوس إلى يقين. اليوم نحن مع شعور مؤلم آخر، نريده ألا يترك أثرا سلبيا في نفوسنا، بل أن نحوله إلى قوة دافعة إيجابية. هذا الشعور هو الألم والحزن على أوضاع المسلمين. نحن نسير في هذه السلسلة بينما نرى إخواننا في سوريا يسامون سوء العذاب. لابد لصاحب القلب الحي أن يتألم ويحزن، لكن ماذا بعد الألم؟ الشك في رحمة الله وحكمته، إذن قد وقعت في فخ الشيطان. بل نريد تحويل هذا الشعور السلبي إلى قوة دافعة. إخواني، الابتلاء سنة الله في خلقه وليس أمرا جديدا. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. والله قد أخبرنا بقصة الأخدود وعباده الذين حرقوا في سبيله وسحرة فرعون، إذ قال لهم: فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل. وبني إسرائيل الذين قتل فرعون أبناءهم واستحيا نساءهم على مرأى منهم، الواحد منهم يربنه يقتل أمامه، وامرأته وابنته تؤخذ لتغتصب، وهو بعد ذلك يعذب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأناس كانوا ينشرون بالمناشير ويمزق لحمهم عن عظامهم وهم أحياء، لا يصدهم ذلك عن دينهم. نحن عندما رضينا بالله ربا نعلم هذا كله، رضينا برب يبتلي ببلايا عظيمة، رضينا برب يبتلي ببلايا عظيمة، لكنه يصبر عبده المؤمن عليها ويثيبه عليها ما يجعله يتمنى يوم القيامة لو كان بلاؤه أشد. متى أحرق المؤمنون في الأخدود؟ يقدر أن ذلك كان قبل 1500 سنة. متى عذب فرعون بني إسرائيل وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم وقطع أيدي السحرة وأرجلهم وصلبهم؟ قبل أكثر من 3000 سنة. لكن بمجرد أن توفي المؤمنون فهم في نعيم في حياة البرزخ، وبمجرد أن هلك فرعون وأصحاب الأخدود فهم في عذاب شديد، عذاب القبر. تصور، من آلاف السنين ومؤمنو الأخدود ومؤمنو بني إسرائيل وسحرة فرعون في نعيم، ومن آلاف السنين فرعون وجنوده ومن حرق المؤمنين في عذاب أليم. من آلاف السنين، من آلاف السنين إلى الآن، وسيبقى عذابهم إلى يوم القيامة. فهل تشفق الآن على مؤمني بني إسرائيل أو على مؤمني الأخدود، أم تغبطهم على ما هم فيه؟ أبو جهل عذب ياسرا وسمية والدي عمار رضي الله عنهم وقتلهما، ثم هلك أبو جهل بعدهما بسنوات، أكثر من 1400 سنة، وياسر وسمية في نعيم وأبو جهل في العذاب الأليم، ونحن الآن نغبط ياسرا وسمية. في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي عذب وأعدم العلماء والدعاة في مصر مثل سيد قطب وعبد القادر عودة رحمهما الله، ثم مات قاتلوهم بعدهم بسنوات، أكثر من 50 عاما، والمجرمون يلقون جزاء أعمالهم وحربهم لدين الله، بينما الدعاة الذين عذبوا وأعدموا في نعيم البرزخ فيما نحسبهم والله حسيبهم، ونحن الآن نغبطهم. كل مسلم يعذب ويقتل الآن في سوريا صابرا محتسبا بمجرد أن يموت فهو ينعم، ينعم، بينما قاتله ينتظر العذاب الأليم لحظة هلاكه. ألا ترى أن من حكمة الله تعالى أن جعل هناك نعيم قبر وعذاب قبر وأعلمنا به وأخبرنا به ليكون في ذلك تصبير عظيم لنا؟ نحن لا ننتظر أن ينعم المؤمنون ويعذب المجرمون بعد قيام الساعة فحسب، بل هؤلاء الآن، الآن في نعيم، والآخرون الآن، الآن في عذاب أليم. الآن يقال لأخيك وأختك الذين يقتلون في سوريا على الإيمان: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما جنود بشار الذين يهلكون الآن: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. أخي، هل تتمنى، هل تتمنى أن يحصل معك كما يحصل مع أهلك في سوريا؟ لعلك انتفضت واقشعر بدنك من هذا السؤال. في الواقع ستتمنى ذلك يوما من الأيام، والذي أخبرك بذلك الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. والحديث حسنه الألباني، يعني تتمنى
لو أن جلدك نزع قطعة قطعة بالكماشة لما ستراه من إكرام الله تعالى لمن ابتلاهم. أسأل الله لي ولك وللمسلمين العافية، لكن المعنى أن الله أرحم بعباده منا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. نحن رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا. هل قال الله لنا أن هذه الدنيا دار جزاء لنتشكك مما يحصل؟ أبدا. إنما هذه دار ابتلاء، إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، هناك الجزاء. نحن رضينا برب يبتلي لكنه يصبر ويثيب. قصص البلاء مبثوثة في القرآن، لكننا لا نحس بفظاعة معاناة المؤمنين فيها، لأن هذه المعاناة انتهت من آلاف السنين وبقي النعيم والكرامة لهم. ستمر هذه الأيام ويأتي من يقول بعد سنوات طويلة: ياه، من كذا سنة وأهل السنة الذين قتلوا وعذبوا في سوريا ينعمون الآن في حياة البرزخ، وقتلتهم المجرمون يعذبون الآن في حياة البرزخ. إخوتي، سؤال مهم: هل رأيت أحدا من مسلمي سوريا وهو يعذب يتسخط على القضاء؟ لا، بل يقولون: يا رب، يا الله، يا رب، يا الله. ومنهم من لا يأخذ بالرخصة، لا يأخذ بالرخصة ولا يسجد لصورة المجرم، مع أن الله أباح له ذلك في الإكراه. والله يسمع نداءهم وسينتقم لهم ولو بعد حين. ولا تحسبن الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله عز وجل يصبرهم ويثبتهم. أعرف أخا عذب في الله وحلف لي أنه كان يجد لذة وهو يعذب، لأنه يحس أنه يحصل معه كما حصل مع الصحابة، وجد لذة أن يبتلى في الله. طبعا هذا كله لا يعني ألا نتألم لوضع إخواننا وأخواتنا، وأن نقول بما أن الله يصبرهم فلا داعي لنصرتهم. طبعا لا، لكن هدف هذا الكلام أن نصل إلى الاستنتاج الآتي: الله تعالى أرحم بعباده منا، أرحم بعباده منا، يبتلي لكنه يصبر عباده المؤمنين ويثيبهم. فلا يعقل، لا يعقل أن يكونوا هم صابرين بينما أنت يا من تنظر من بعيد فاقدا للصبر تشك في الحكمة والرحمة. أيعقل هذا؟ هم يصبرهم ربهم عز وجل، أولى بهم وأرحم بهم سبحانه وتعالى، ونحن من مكاننا نتشكك ونتسخط نيابة عنهم والعياذ بالله. لو أن أحدا من إخواننا في سوريا قال في تعذيبه كلاما فيه سخط على القدر لفرح به هؤلاء المجرمون ونشروه. ألا ترى من لطف الله بعباده أن يلهمهم التعلق به واللجوء إليه في هذه اللحظات العصيبة؟ كم من أخواتنا المصريات النصرانيات الأصل اللواتي أسلمنا فأسلمهن جنود حسني مبارك للهالك شنودة وأزلامه حتى يعذبوهن ويردوهن عن دينهن. كنا نتألم جدا عندما نرى أختا لنا يبث لها شريط فيديو وهي تقول: والله لن أرتد، لن أرجع عن ديني، ويا مسلمين أنقذوني. ومع ذلك عندما ألقي القبض عليهن وأسلمنا لشنودة وأزلامه لم يظفروا بردة واحدة من أخواتنا هؤلاء، ولو ظفروا لأتوا بها على الملأ لتعلن ردتها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن يا أخي ويا أختي، إياك وسوء الظن، إياك وسوء الظن. لابد أن نتألم لإخواننا، لابد أن نحزن لما يحصل مع إخواننا وأخواتنا، لكن إياك أن يتحول هذا الألم والحزن إلى سوء ظن في الحكمة والرحمة، بل حول هذا الألم إلى قوة دافعة إيجابية. كيف؟ هذا ما سنتكلم عنه في المرة القادمة بإذن الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعز المسلمين وأن ينجي إخواننا وأخواتنا في سوريا ويهلك عدوهم. والسلام عليكم ورحمة الله.